تمرينات بتفرق كتير في تثبيت المنزلة، عشان عايزين كلامنا يبقى عملي جداً مش كلام نظري. التمرين اللي هنعمله النهاردة إزاي بلا حول ولا قوة إلا بالله، والعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله، ما تظنه مغلقاً هو خير وفتح، ولكنه يغلق باباً ليفتح أبواباً. أنا عايز التمرين ريفليكشن، يعني إيه؟ ارجع للماضي للذكريات، وحتى الناس اللي بتشوفونا، إيه الفكرة؟ موقف كان في حياتك ظاهره مشكلة، وإذا به يتحول إلى خير كبير وإنت ما كنتش شايف كده. مين عنده يرجع بالذاكرة يعمل ريفليكشن ويكتب أو يقول دلوقتي هنا موقف؟ بس بسرعة، مين يقول؟ سامي. بعد عناء طويل محاولة دخول زوجتي بالفيزا حصلت على لإنجلترا سكوتلند، فحصلت على وظيفة اسكنها allow me to يعني تخليني أجيبها. فبعدها بشهرين خسرت الوظيفة، فسبحان الله منها جت لي إحباط، ولكن منها سبب دخولي في الـHR اللي هي المهنة اللي انت امتهنتها بعد كده وكبرت فيها بعد كده. الحمد لله. ولو كنت فضلت في الوظيفة دي لا يمكن كنت هتكبر وتبقى بروفيشنال اتش ار النهاردة. الله، سبحان الله. وجت زوجتك في الآخر، وجت زوجتي، ففتح لك الاثنين بدل واحدة. بالضبط. مين عنده قصة تانية؟ عندي فرح. قصة جدي الله يرحمه، لما توفى جدي كان مثل يعني أبي الثاني. لما توفى أنا كنت بدبي وهو بالسعودية، وباسبورتي كان محجوز، يعني اليوم اللي قبله أخذوا لي باسبورتي وحجزوه. فلما توفى ما قدرت روح شوفه، وهذا الشيء كتير يعني كتير قتلني من جوا، إنه هو كان مثل أبي الثاني عن جد طول الوقت أنا معه. وتاني يوم رحت بس يعني تأخرت ما شفته لجدي. هلأ لما طلع هلأ على شو صار من 4 سنين، بقول إذا أنا شفت جدي كان يعني هذا كان كتير أثر فيه نفسياً. فهذا كان خير لإلي إنه ما شوفه بهاللحظة، ودائماً أتذكره إنه هو كان يعني. ففضلتي شايفة اللحظات الحلوة. أحياناً ربنا يمنعك من أشياء ليحفظك في أشياء. الله يكرمك. مين تاني عنده حاجة؟ حد عنده حاجة تانية عايزة؟ أنا يا دكتور. أيوة. أنا مثلاً في حصلت على البكالوريا، وكانت قدوتي في الدراسة ويعني المثل الأعلى هو أخي. أخي هو أيضاً هو مهندس في الهندسة المدنية، وكان قبل يعني وعمل يعني دراسته في مدرسة محددة في فرنسا، وأنا كنت عملت يعني أبليكيشن في هذه المدرسة وتم رفضي. فبكيت بكيت بكيت وما كنت أكل يعني، وحسيت أنني خذلت العائلة، ولا ما كنا فخور بنفسي. سبحان الله، أسبوع من بعد الأسبوعين تم قبولي في مدرسة أخرى، والحمد لله تم يعني الطريق، والآن الحمد لله مهندس يعني ممتاز. وبقيت مهندس كبير وسافرت إلى فرنسا واشتغلت في تخصصك السكك الحديدية وتحقق لك ما تريد. إذا أغلق عليك بابا بحكمته فتح لك أبوابا برحمته. ممكن كل واحد بيسمعنا يعمل شريط الذكريات، إيه اللي كنت فاكره مقفول وطلع نعمة كبيرة من الله؟ شكراً، تعالوا نكمل معا.